ومن باريس تنضم إلينا مراسلة الغد بلقيس النحاس. إذا بلقيس، قوانين جديدة أقرتها الحكومة الفرنسية فيما يخص جائحة كورونا وأزمة كورونا يقابلها تظاهرات في الشارع في فرنسا، يعني كيف تبدو هذه التظاهرات؟ نعم شروق، يعني كما ذكرتم هذا الأسبوع الرابع التي تخرج فيه التظاهرات ضد قانون تمديد الذي ينص على تمديد البطاقة الصحية وأيضا إلزام وإجبار بعض العاملين المهنيين في مجال الرعاية الصحية على التطعيم الإجباري. وبالتالي هذه التظاهرات يعني منذ خروج إيمانويل ماكرون والإعلان بهذا القانون كان هنالك العديد من المتأهبين للخروج للشارع وللاعتراض. يعني طبعا يذكر أنه خلال الأسبوع أيضا لا يمنع ذلك من خروج بعض المتظاهرين إلى الشارع بأعداد قليلة، ولكن دائما يوم السبت يكون هنالك التجمع الأكبر والحشد الأكبر. اليوم على سبيل المثال شروق سينظم حوالي 4 تظاهرات، بدأت إحداها في من القرب من هنا في شتلي، والآن سوف ينظم هنا من قرب بالي غويال مظاهرة أو مسيرة سوف تسير من هنا، وسوف يمر بعد قليل هنا المتظاهرين ليذهبوا إلى ساحة أخرى، وهناك سيكون طبعا أحد المتحدثين باسم المتظاهرين والذين ينظمون هذه التظاهرات ضد الحكومة الفرنسية، التي يعني يعتقدون هنا المتظاهرين أن الحكومة الفرنسية تقوم بحقل تجارب الفرنسيين، أولا تحقنهم بالتطعيم أو بالفاكسين، ومن ثم تطلب منهم الآن استخدام البطاقة الصحية وضرورة استخدامها ضمن الأماكن العامة. يعني شروق، منذ طبعا المصادقة على هذا القرار والذي تم اللجنة الدستورية العليا صادقت يوم الخميس على هذا القانون، كان هنالك تظاهرات أيضا أمام المجلس الدستوري. هذا القانون سوف يطبق يوم الاثنين في 9 أغسطس الشهر الحالي، وسوف يمنع بالتالي دخول العديد من الأشخاص إلى الأماكن العامة في المطاعم على سبيل المثال، المستشفيات، العيادات الطبية. بالإضافة إلى ذلك سيجبر العديد من المهنيين على التطعيم الإجباري وأخذ حقن من لقاح فايزر أو موديرنا أو أي اللقاحات التي مقرر أو معتمدة هنا في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يعتقد هذا الجميع هنا، يعني ليس الجميع، جميع المتظاهرون يعتقدون أن هذا يعني خرق للحريات، وأنه يعني نوع من الدكتاتورية الصحية التي تفرضها حكومة ماكرون. ولكن في نفس الوقت حكومة ماكرون تقول أنه هو السلاح الوحيد. نعم، هل من رد أو استجابة لهذه المطالب، لهذه التظاهرات، أم الحكومة ماضية فيما هي تقره؟ يعني شروق، هي ماضية فيما تقرر، يعني فإقرار اللجنة الدستورية هذا القانون هي ماضية في هذه الخطوات، وسوف يطبق هذا النص القانون في 8 أغسطس. ولكن الحكومة تحاول إقناع المتظاهرين خاصة فئة الشباب على أخذ اللقاح والتطعيم. إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بعدما يعني خمد، دعيني أقول خمد صوت وزير الصحة الفرنسي أوليفيا فيغان بالإضافة إلى رئيس الوزراء جان كاستاكس، أصبح يعني لا يستمع لهم الفرنسيين. اضطر إيمانويل ماكرون أن يخرج بتيشيرت وقميص عبر إنستغرام، مستخدما تطبيق تيك توك وإنستغرام، من أجل إرسال رسالة لطبقة الشباب بأنه هذا الفاكسين هو أو هذا اللقاح هو يعني المخرج الوحيد من هذه الأزمة، وأنه هو بخلال هذا اللقاح سوف لن تفقد حريتك، يعني حريتك هي جزء من حرية الآخرين. عندما يكون اللقاح ضروري ليس إجباريا، لأنه يعني لن يكون إجباريا، ولكن في حال أنك تؤذي الآخرين من خلال عدم تلقحك أو عدم حصولك على التطعيم، فإنك تؤدي بالتالي إلى نقل هذه العدوى إلى آخرين، من الممكن أن تكون أسرتك، مقربين، أهلك، أبوك أو أمك. وبالتالي حاول أن ينزل قليلا من مستوى الخطاب، أن يكون متواضعا قليلا، يحاول أن يعني يحث الشباب على التجاوب مع موضوع التطعيم. ولكن شروق، على نفس هذا المنوال يعني نجد أيضا يعني جابرييل أتال وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة البارحة خرج وقال أن هي قلة التي يخرجون، هم قلة وهم يستغلون هنالك الناس، يستغلون هذه من ناحية سياسية من أجل الانتخابات، من أجل ترويج لمشاريعهم الانتخابية أو حتى إعلاميا. وبالتالي هنالك وجهات نظر مختلفة، الشارع يتكلم بطريقة مختلفة، الحكومة تتكلم بطريقة مختلفة، ويعني المتظاهرون يخرجون كل سبت ليعبرون عن غضبهم. نعم، بلقيس النحاس مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس.